طيب معاك 3 كروت، الكارت الأولاني كارت الأصفر وأحمر وأخضر. الكارت الأصفر تدي لمين إنذار في رمضان؟ انذار في رمضان؟ في رمضان ما بيمنيش حد. رمضان يعني خلاص أنت عديت أول مرة، بس تاني مرة أنا بص بحذرك. ماشي. مين؟ والله مش عارف، مش عارف، طب مش عارف. ليه؟ ليه ظاهرة؟ في الكارت الأحمر لا في الأصفر، احنا الأصفر لسه في إنذار. اه والله عايز أقول النقد اللي هو خارج خارج الإطار، يعني خارج الكورة، يعني أنا ممكن عادي أتحمل إن أي حد يبقى فيه انتقاد في الكورة، ده عادي طبيعي، لكن تمام، إن يعني بره الكورة بتبقى اللي هو صعبة النقد شوية. عشان انا متضايق منك وخلاص، مش عشان بس عايزك احسن او انا همي على الكل. ده على المستوى الكلي بقى. مين في ايه حصل قبل كده كان شبه كده؟ لا مش حسيت انه ما حدش، هم مش بيهاجموا اللي بيحصل، هم عايزين اشخاص، انا بهاجم من باب هو ان انا بهاجم وخلاص. بيهاجم شخص عشان ممكن يكون متضايق من حاجة، متضايق مثلا من النادي اللي هو بيلعب فيه، متضايق من المنظومة اللي هو فيها. بس لكن هو ده الموضوع كان بالنسبة لي صعب، يعني مش لوليد سليمان بس، انا بشوف حتى لو الفكرة عموما. بالظبط. الكارت الأحمر تديه لمين؟ إيه الظاهرة اللي بتطردها من الملاعب أو من الرياضة عموما؟ التعصب. وحش. طبعا التعصب ممكن يوصل بني آدم العصبي أو المتعصب أوي في الرياضة ده لإيه؟ هو دايما يمكن الفترة الأخيرة كان التعصب بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، ده كان يعني مش لطيف يعني. من وجهة نظرك إيه اللي بيعمل تعصب، وإيه اللي ممكن يعني يمتص شوية الغضب بتاع الجمهورين علشان ما يكونش فيه تعصب شديد يبقى مؤذي بالنسبة لأي حد؟ والله بص هقول لحضرتك حاجة، هو الـ المفروض يعني مش عايز اتكلم في الحتة دي. الموضوع على السوشيال ميديا بقى صعب شوية، وجي من كده يعني موضوع ان انا ببدأ زي ما بيقولوا يعني باللغة بتاعت اللي موجودة على السوشيال ميديا، التحفيل، بيحفلوا على بعض، بيوصلوا بتعصب، بيوصلوا الناس تزعل من بعض بسبب حاجة زي كده. لكن لو كل واحد يعني خليه في زي ما بيقولوا خليه في ناديه وفرقته، الموضوع هيبقى كويس في الآخر. احنا يعني كلنا مصريين عايشين تحت سقف وطن واحد، لازم نحترم بعض ونحترم شعور بعض، والكويس نقول له انت كويس، والكسبان نقول له مبروك، ويبقى مش عايز اقول نوصل للمرحلة دي. تبقى غيور على ناديك اللي بتشجعه، بس أكيد. ما نوصلش للمرحلة دي. مفيش مرة يعني دلوقتي طبعا في مباحث الإنترنت، في ده نجوم كتيرة ولاعيبة كرة كمان لما بيتعرضوا للتنمر أو لأي حاجة على السوشيال ميديا بيبدأوا إن هم يعملوا محضر، يعني ما تعرضتش لأي حاجة كده؟ لا خالص، ان انا قلت حضرتك يعني ما أنت أصلا مش متابع. لا مش عايز اقول مش متابع، انا بتابع بس مش بتابع، مش حاجه مهمه بالنسبه لي يعني. انا ممكن اقعد 2 3 ما امسكش، ما افتحش حاجه في السوشيال ميديا، مش بتبقى عندي، مش رقم واحد، لكن في اولويات تانية طبعا. لكن زي ما قلت لك هو جزء مهم طبعا، بقى جزء مهم دلوقتي في معظم العالم كله، لكن هي بتبقى طبيعة، هي طبيعتي كده، ما بحبش ان انا اهتم عارف بالحاجة دي. تسيطر على سليم وسلمى من السوشيال ميديا ولا لا بيمسكوا صعب طول الوقت صعب. تليفونات؟ في اب وام اول ما يخلفوا اطفال يقولوا لا احنا ساعة في اليوم، نص ساعة في اليوم وهكذا، وبعدين الدنيا بتفتح منهم ولا هو اي حاجة. صعب، ما بتقدريش، ان الاطفال لما بيتعلقوا بحاجة بيبقى الموضوع بالنسبة لهم صعب، لكن بتقدري تعملي كنترول على عدد الحاجات ساعات معينة وعلى ايه الحاجات اللي هم يشوفوه. يقدروا يتفرجوا عليها، حاجات كيدز بس. ايه اكتر حاجة بيحبوا يتفرجوا عليها؟ الحاجات اللي هي اليوتيوب اللي فيها حاجات الكرتون والكلام ده يعني. طبعا لسه ما حدش بدأ يصوم، لسه لا لا صغيرين قوي، صغيرين. صغيرين ما قالوش يلا نصوم، اللي هو الصيام ما عدا الميه والصيام ما عدا الزبادي والكلام ده اللي هو بنضحك عليهم، بالظبط. لسه الكلام ده. ايه الكارت الاخضر تديه لمين؟ تدعم ايه في من ظواهر الرياضه؟ في الرياضة أنا عايز بس أدعم إني أقول للشعب، مش عايزين نبقى كلنا في ظهر منتخبنا، ومش عايزين يبقى في نقد بدري على الأجهزة الفنية أو على اللعيبة، سيب الناس دي تشتغل براحتها. مش عايز أقول يعني بصوا للنادي الأهلي بيعمل إيه، دايماً عندنا في النادي يمكن الفترة اللي أنا قضيتها في النادي ما شفتش قرار جه إن يمشي مدير فني، لا بيسيبه بيحاسبه آخر الموسم. أتمنى إن كلنا نبقى في ظهر منتخبنا وندعم منتخبنا يعني. طيب كابتن انا مبسوطه جدا ان كنت معانا النهارده، ربنا يخليك يا رب. واستمتعت اكيد بحواري معاك. ده أنا اللي سعيد، وبشكركم، وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم. كل سنه وانت طيب يا دايما. كابتن.
ده كان حوارنا مع كابتن طبعا وليد سليمان الحاوي، ويعني اللي بيدعم وبيقول للناس كلها ان هم يبداوا يشجعوا منتخب مصر من غير ما يكونوا بيدوا اي كومنتس، من غير ما يكونوا بينقدوا اي نقد عامه، لازم يبقوا كلنا نبقى في ظهرهم. وده كان مسك الختام مع الحاوي وليد سليمان. استنونا في لقاءات وحوارات مختلفه.